إلى صديقي العزيز الأستاذ الدكتور جمال أبو دولة تعبيرا عن امتناني لمواقفه الإنسانية ووقوفه إلى جانب المظلوم أنا كان. اصنع المعروف وارمي في البحار، رب عرف أنجى من ذل وعار. اصنع المعروف وادخل في القلوب، رب عرف أنجى من هون ونار. اصنع المعروف وارمي في السهول، إنما المعروف كالماء في الدار. اصنع المعروف وارمي في الهواء، قد يطير العرف من جار لجار. الله يعطيك العافية حبيبي جمال لموقفك من زملائك في كلية الاقتصاد، موقف إنساني، موقف رجولة، عبرت فيه عن إنسانيتك الرائعة. لك مني المودة والاحترام والمحبة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.